بسم الله الرحمن الرحيم. جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا. المرأة التي تلبس الأثواب الزاهية مزركشة ملونة الحرير وتتزين بحلي وما إلى ذلك هذا هو التبرج. ربنا يقول ولا يبدين زينتهن، وزينتهن هنا لعل المفسرين كادوا أن يجمعوا بأنها مواضع الزينة، الزينة مواضع الزينة، لأن الآية عام، مواضع الزينة يعني الأذن التي تضع فيها الأقرار أو اليد الذي يوضع في المعصم أو الخاتم في الإصبع وما إلى ذلك والخلاقل فإذا ينبغي أن تستر جسدها كله بثياب، لا أقول أن تلبس يعني اللباس الوسخ، قال لا، أن تلبس لباسا ليست فيه فتنة ولا يوحي بالفتنة ولا يثير الشهوة، لباس فضفاضا، لباسا واسعا غير شفاف ولا معطر ولا متشبه بلباس الكافرات ولا لباس شهرة ولا لباسا ضيقا وما إلى ذلك، أي أنها تلبس ماذا؟ الذي لا يشف ولا يكشف، أن لا يكون شفافا وأن لا يكشف، أن لا يكشف، أن لا يكون شفافا يعني يصف أو يرى منه ما وراء الثوب، كذلك أن لا يكون واصفا بمعنى أنه ضيقا يجسد العضو، فتعرف أن هذه امرأة غليظة وهذه رقيقة وهذه الأمور، فهذه المرأة كلها فتنة، المرأة كلها عورة وكلها فتنة. وأنا أذكر أن عندما كان الحياء حياء في حياة المسلمين، عندنا منطقة في المغرب وسوس، وهنا إخوة من سوس، في أحيان في البوادي المرأة تكون في عمل إما في حقل أو في كذا، فتلتقي في الطريق ترى رجلا أو رجالا قادمين، فتخرج من الطريق نهائيا ثم تجلس وتدير ظهرها للناس وتجلس حتى لا تعرف أهي طويلة أم قصيرة غليظة، يعني تجلس حتى تشعر أن الرجال يعني ذهبوا ثم بعد ذلك تستحي بسيرها، حياء يعني كبير جدا. ولكن الآن أصبح الحال غير الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحجاب أعظم صيانة للمرأة المسلمة، وأعظم منه خلقها وحياؤها ودينها. دعوا عنكم ما يروج في حتى يقول، حتى إن قائلهم يقول الحجاب هو العاقل والحجاب، والمرأة ممكن أن تكون عارية وهي شريفة وهي متخفة، ولا يستطيع أحد أن ينال منها شيئا. هناك نساء متبرجات بالميني جيب وبالميكرو بالسروال والبنطلون، ولا يستطيع أحد أن ينال منها شيئا، لقد نالوا منها كل شيء، زنوا فيها بأعينهم، كل من هب ودب زنى فيها بعينيه، العينان يزنيان وزناهما النظر. لكن في المقابل طبعا هناك متحجبات وأخلاقهن سيئة، فقد نجد متحجبة ولها علاقة مشبوهة مع آخرين. فالحجاب الأول هو الإيمان والأخلاق والعفاف والصيانة، ثم بعد ذلك هذه المرأة العفيفة المطلونة المتخلقة تطيع ربها فترتدي الحجاب الشرعي، ترتدي الحجاب الشرعي طاعة لله لا لأحد، وأن تغلق أذنيها عن أقوال السفهاء والسفيهات، ولا سيما تلك المنظمات النسوية الموجودة في كل مكان من عالمنا الإسلامي للأسف الشديد. يكفي هذا إن شاء الله.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.